عبر الهاتف دكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية في تكافل وكرامة في وزارة التضامن الاجتماعي. دكتور برحب بيك. يا اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. لو تكلمنا عن تفاصيل عملية الاونلاين اللي ممكن تحدث مع اي متغير لصاحب معاش تكافل وكرامة او حتى التقديم عبر اونلاين الجديد مع حضراتكم. وطبعا في اطار سياسة وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتطوير المؤسسي لبرنامج الدعم النقدي اللي هو تكافل وكرامة، تم ميكانة منظومة الدعم النقدي بالكامل مركزيا ومحليا، وتم تطبيق آليات مساءلة وشفافية من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المواجه. المواطن دلوقتي من خلال البيت، من خلال الانترنت داخل بيته أو في أي مكان، ممكن يدخل على الموقع بتاع تكافل وكرامة ويتم إدخال البيانات المطلوبة من خلال الرقم القومي. وبيدخل على الاستعلام وبيظهر امامه ان كان هو مستحق او غير مستحق، ويتم تقديم الشكوى من خلال نفس الرابط برضو، والرد عليه من خلال نفس الرابط، وبيختار كلمه شكاوى وبيكمل الشكوى ويرفق المستندات ويتم الرد عليه الكترونيا. طبعا ده في ظل اجراءات الدوله للاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا، وبرضه في ظل سياسه الدوله لتطبيق الشفافيه والعداله الاجتماعيه، ان المواطن ما فيش حد يقدر يحجر عليه ان هو يسجل شكوته في اي وقت. هو ده يبقى المكان الوحيد لاستقبال الشكاوى يا فندم، ولا لسه الشكل التقليدي لتقديم شكاوى موجود؟ لا، هو الشكل التقليدي داخل الادارات وداخل الوحدات والمديريات موجود، بس ده جه في ظل سياسه الوزاره، في ظل اعباء جائحه كورونا طبعا والاجراءات الاحترازيه، ده متاح وبيتم الرد عليه. لانه اعتقد ممكن ما يكونش سهل بالنسبه لقطاع كبير من مستحقين معاش تكافل وكرامه انهم يتعاملوا يعني باسلوب الاونلاين. هو دلوقتي يعتبر سهل، ان في نسبه شكاوى كبيره جات لنا فعلا من خلال الاونلاين، ونسبه كبيره وتم الرد عليها، ومتاح ايضا داخل الاداره، داخل الاداره الاجتماعيه، ان هو ممكن يسجل الشكوى بتاعته، يروح بالاوراق والمستندات ويتوجه للاصدارات، بيتم تسجيل الشكوى والرد عليها اونلاين برضه. هل دي بتبقى عمليه اسهل اسرع في الوصول لحضراتكم، ولا ده يعني نقدر نقول خيار زياده فقط؟ لا، هو اسرع للوصول، وطبعا في ظل تطبيق سياسات الشفافيه، ان مثلا ممكن كان بيجي لنا شكوى يقول لك الموظف مش راضي يتلقى منا الشكوى، ما بيرضاش يستلم مني الشكوى، ولكن دلوقتي هو مجرد ما يسجل الشكوى الكترونيا بأصبح الموظف داخل الوحده وداخل الاداره مجبر ان من خلال متابعتنا في الوزاره الكترونيا ان يرد على الشكوى اللي عمله، محدش يقدر يحجر عليه في تسجيل شكوته. الفتره الاخيره يا فندم تحديدا خلال الجائحه، نسبه تقديم طلبات زادت قد ايه تقريبا؟ لدخول طبعا تحت مظله تكافل وكرامه. النسبه زادت جدا طبعا بالنسبه للشكاوى والتظلمات، وكان نسبة الرد عليها كانت نسبة كبيرة جدا، وصلنا لبعض المحافظات يعني 95%، وفي محافظات كان نسبة الرد عليها من 70 ل 80%. استجبتم لقد ايه تقريبا يا دكتور؟ نعم، الاستجابة كانت لقد ايه تقريبا من هذه النسب؟ الاستجابة طبعا كان لنسبة كبيرة من الشكاوي كانت رد عليها نسبة 90% في بعض المحافظات. الشكاوى دي بتبقى لعدم القبول مثلا، ان هم ما تقبلوش في 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 المعاش؟ لا، هو ما تقبلوش، بس ان زي ما قلت لحضرتك ان في ربط ما بين في ظل منظومه الدعم، في تكامل وفي ربط مع جهات التحقق الخارجيه، فبيتم ربط الكتروني عنده اسباب مختلفه، زي مثلا وجود سياره، وجود عقارات، وجود تامينات اجتماعيه، ده ربط مميز كان بيتم من داخل الوزاره. هو الجهات الرقابيه بتقول لنا ان في عنده سبب من اسباب بتمنعه عن هو بيجيب اوراق يثبت ان الحاجه السبب اللي موجود ده مش حقيقي، او بيجيب ورق مستند رسمي ويرفقه وبيتم الرد عليه. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانيه في تكافل وكرامه في وزاره التضامن الاجتماعي.